مشاهدين ما هو مفهوم الكليات التطبيقية كبداية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الكليات التطبيقية هي ناتج عن قرار مجلس شؤون الجامعات رقم 9 تقسيم 4 تقسيم 1442 بتاريخ 14/9/1442 بتحويل كليات المجتمع وكليات الدراسات التطبيقية إلى كليات تطبيقية. الكليات التطبيقية الحقيقة استشعرت وزارة التعليم بالفجوة بين التعليم وبين سوق العمل. من هذا الناتج الحقيقة بادرت وزارة التعليم بإنشاء الكليات التطبيقية لردم الانكشاف المهني وتحقيق التطلعات الحقيقة في رؤية 2030 في تسويق الطالب السعودي بحيث يكون محل استقطاب محلي.